مع الناخبين في إقليم كردستان تتوقعين ستكون هناك نسبة مشاركة عالية؟ يعني ستكون نسبة مناسبة، يعني تتخطى النص، يعني أي تتخطى، يمكن تتخطى 50%، يعني 50%. وهذا مقارنة مع الانحدار بنسب المشاركة على المستوى الانتخابات العراقية، فتعتبر شيء جيد. يعني طيب أكيد عندكم يعني دراسة أو مسح للمحافظات في الإقليم اللي ممكن هي أن تكون لها نسبة المشاركة أكبر، من تتوقعين هي المحافظة في الإقليم التي ستكون لها نسبة مشاركة أعلى؟ لا بصراحة هذه صعب يعني أنه نتوقعها أو نحرزها الآن. طيب هناك منظمات أجرت مسح في هذا الخصوص يعني لصعوبة هناك الموضوع بصراحة؟ استطلاعات، بس عادة يعني الاستطلاعات مو هي اللي يعني بهذه الدقة طيب ما نقدر نعديها يعني. جيد.